صباح الخير لكل المتابعين، يجدد لقائنا معاكم في فقرة الديكور الأسبوعية. اليوم بنقدم لكم فكرة للإضاءة واللي تعتبر عنصر مهم في الديكور، شلون بننجزها؟ أكيد مع ضيف الحرفي علي نجيب. صباح الخير. صباح الورد جمانة. اليوم مع السنة الجديدة بننور أكثر، إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسلمك شيختي. حلو، انزل بنتكلم أكثر عن، أنت خبرتني أن هذه نموذجين موجودين أنت أوريدي سويتهم من قبل، لكن اليوم بتسوي شوي نموذج يختلف عنهم، يمكن نفس الفكرة لكن بشكل مختلف. بلى. شنو الشكل اللي بنشتغل عليه؟ طيب، هو الأعمال هذه اللي مسوينها هني واللي راح ننفذها اليوم عبارة عن مصباح للسايد تيبل، اللي هو للمكاتب أو ما شابه. العنصر الأساسي فيها هي علبة الصفيح. حلو. تنكان من المخلفات اللي دائما واردة في المنزل، يعني واخيرا استخدمنا شيء جنبا الى جنب مع الخشب. يعني انا ما استغنى عن الخشب، لا زال الخشب موجود في اللي هو في العمل او في الاعمال كلها. بس هو العنصر الاساسي. طبعا. اليوم طبعا هذا لين اللي هو العلب، علب حليب الاطفال. ممكن الواحد يستخدم علب المعلبات مثلا اذا يحب، على يعني حسب الحجم. دائما يستغل اللي هو الاشياء المتاحه عنده. اعاده التدوير ما تتم بشراء المنتج واستهلاكه واعاده تدويره، لا، انا الفائض اللي عندي من اللي هو الاشياء اعيد تدويرها، الشيء الموجود عندي استفيد منه. تمام. شنو الاشياء اللي بنستخدمها؟ أيوة. غير عن علبه الصفيح. تمام. ويعني على حسب الرغبه. انزين، بدي نشرح النموذج اللي بننفذه اليوم والنماذج اللي سويتها بشكل مسبق، لان هذه شويه فيها تفاصيل ما نقدر نسويها في الاستوديو، فبشرحها شفهيا وهذا بننفذه عمليا. بنسوي شيء ابسط اليوم. بنسوي شيء ابسط. علبه الصفيح. انزين، محتاج الى كيوب او قطعه شويه وزنها ثقيل عشان تحفظ التوازن للقطعه، وخلنا نسميهم عصايتين. انزين، هاي اللي بنحتاج لهم مع المصباح اللي بنحطه، مع اللي هو المصباح، العدمات المصباح. اوكي. اول شغله بسويها ان انا بثبت العصايتين او قطعتين الخشب اللي هو في الكيوب اللي هو للوزن. تمام. بثبتهم بالمسامير براغي. هي مجرد قطعتين اللي هو الخشب بالإضافة إلى المكعب الموجود، صح؟ المكعب الموجود. ما في قطع بعد إضافية. بس يعني للبساطة وللوقت، ما بنروح لشيء أكثر تعقيدا. طبعا هي بثبتها على الجانبين، صح؟ على الجانبين. أيوة. طبعا الإنترنت مليان بنماذج أشكال مختلفة عن اللي هو الفكرة هذه. يعني أنا كنت بقول لك، من وين أنت تجيب مثل هذه الأفكار؟ موجودة يعني كثرة تصفح اللي هو المواقع التواصل، البرامج، يعطي أفكار عن اللي هو طريقة تنفيذ هذا النوع من الأعمال. كل شيء موجود وكل شيء متاح. أيوة، على حسب الحاجة. بضغطة زر. سوينا الشكل هذا. ثبتناهم. إنزين، الحين التعامل مع علبة الصفيح شوية لازم يكون بحذر، لأن هذا معدن، المعدن شوية ممكن يكون قاسي وحاد، ممكن يسبب حوادث. فاللي بنسوي العلبة هذه، أنا منظفنها طبعا من اللي هو اللون الأساسي اللي كان عليها. دقة بس بمسمار ومطرقة أو حتى بالدريل إذا الواحد يحب، علشان اللي هو السنتر. وفي عندنا هذا النوع من الريش للمعادن خاصة، عشان بس أوسع الدائرة. اوكي، اللي بالحجم اللي فيها انت اللي هو اللايت هولدر. وعلى اي اساس انت اختاريت هاي القياس بالضبط؟ انا ماخذ القياس من اللي هو النماذج السابقه. اللايت هولدر اللي استخدمته مسبقا في النماذج السابقه هو نفسه، فحددت القطر ماله وسويت الفتحه بناء عليه. يعني على حسب الاضاءه اللي بتحطها حجمها الهولدر هذا واللايت، يعني لازم يكون اللايت حجمه بعد مناسب الى اللي هو العمل. فبنأخر هذه العمليه للمرحله اللي بعدها. انزين، بعد ما سويت فتحه اللي هو اللايت، اجي اشوف المكان اللي راح اركب فيه، ثبتهم فيه العلبه. نفس الشيء بثبتهم بالمسامير. مسامير وبراغي. براغي ومسامير. تمام. انت قاعد تحدد المكان اللي بالضبط تبي تسوي. أيوة. فيه الفتحة، صح؟ انزين. عندي اشارة مسبقة هني بعتمد عليها بشكل اسهل.
عقب ما نخلص من هاي الخطوه يبتدي بس اللي هو التركيب. التركيب ايوه أوكي. بالضبط. في النماذج الموجوده انت يعني صبغت سويت في لون في ايوه بالضبط، يعني على حسب مثل ما دائما نقول ان له هو الديكورات اللي راح تركب فيها القطعه المكان ايوه يقدر الواحد يكيف العمل. يعني انا مثلا الديكور مالي يغلب عليه مثلا اللون الاسود، فممكن استخدم اللي هو اللون الاسود اللون البرتقالي. النموذجين اللي تشوفينهم عندي هنيه فكرتين مختلفين عن الفكره اللي راح ننفذها اليوم. هذا مثلا استخدمت له قطع خشب على شكل مثلث، سويتهم زاويه 30 زين وثبتهم باللي هو البراغي. هذا مثلا استخدمت قطع طوليه علشان اللي هو ممكن واحد يسويها ادجست يقدر يتحكم فيه ويحركه مثل ما يبغى. ايوه اوكي الحين بنثبت ال نثبتها بالشكل هذا. طبعا معرفة القياسات ومثل ما انت تم التحديد ان انت حددت وين بالضبط بتسوي فتحات على اساس ان انت تثبته مهمة اعتقد على اساس ان تكون الميزانية في النهاية يعني مضبوطة ما يكون صح. في شيء غلط. بعد ما نثبت اللي هو البراغي نستخدم اللي هو ما اعرف شو يسمونها بالعربي اللي هو النت اللي هو هذا اسمه نات بالانجليزي بس بالعربي ما اعرف على اساس ان انت تصك فيه من داخل أيوة ويثبت بالضبط. اوكي فانت الحين قاعد تثبت اعتقد ان المصريين يسمونها ورده اعتقد يعني هي اقرب اللي هي تنصك فيها أيوة. الـ 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 البرقي يعني او المسمار عن ضروري ان الواحد يكون حذر تكون متحركه لا يكون ايده يعني كبيره وتدخل وما هذا ما تطلع مره ثانيه ذاك الوقت بيحتاج للدفاع المدني عشان يقص نصها فيها. هي لازم يستخدمون هذه القطعة؟ يعني هاي النوع من الأفضل يعني ليش؟ علشان انتين مثلا تبغين تضغطين اللي هو عشان البرقي ما يتحرك. عشان ما يتحرك أو يعني ممكن ثبتينه بشكل معين بحيث انه يعني ما يعني يكون ثابت على حسب يعني. الوضع اللي يناسب يعني شوف مثلا النموذج هذا مستخدم في نفس الطريقة لأنه ضاغط عليه فهو ايش ثابت لا زال قابل للي هو الأجست. وبعد هاي الخطوة شنو بيتبقى لنا طيب. علشان بس نعرف انزل. التوقيت بعد هذه الخطوة راح اللي هو نستخدم تركيب اللي هو المصباح أو اللي هو الهولدر لللايت. طبعا يعني أنا عن قصد راح أتجاوز شرح طريقة تركيب اللي هو اللايت مسألة اختصاصية هذه لازم له شخص مختص يشرحها أكيد طبعا ويعني ممكن يكون في مشاهدين تحت السن المناسب لتجربة تركيب مثل هالشغلات هذه لابد أكيد يرجعون حق الأشخاص دول اللي هو البالغ مختص أيوة. والكت هذه ممكن الواحد يشتريها من محل أدوات كهربائية يوفرونها إليه تكلفتها تقريبا في حدود دينار دينارين بالكثير إذا كان له واحد راح لأفضل نوعية ممكن تكون موجودة في السوق. وبعد ما ثبتها ثبت المصباح داخلها هذه تقريبا اخر خطوه صح اخر خطوه تبقى بعدين الشغلات اللي هو الكماليه اللي ممكن الواحد يسويها اللي حسب ذوق الشخص الصباغه اللي هو طلاء الخشب مثلا من الشغلات الجميله اللي شفتها بعد اللي هو مثلا يسوون حفر على اللي هو الصفيحه نفسها أوكي. علشان تبين كل واحد اللي هو يقدر انه هو يلعب فيها بحسب بالضبط ذائقته يعني بحسب الشيء اللي هو يحبه فهذه هي القطعه بشكلها النهائي طبعا يمكن تقريبا خذينا فيها مدة 10 دقائق في النهاية قدرنا ان احنا ننجزها بهذا الشكل يعني ما ادري اوكي المهم انه هو الطريقة هذه هو شغال لابد انه هو تكون ثابتة حلو انزين هذه هي وبس هذا عملنا لهذا الاسبوع خلنا بس نطفيه هذا هو العمل بشكل نهائي عمل بسيط قدرنا احنا ننجزه تقريبا في غضون 10 الى 12 دقيقة كل الشكر لك علي نجيب دائما انت تبدع لنا في كل اسبوع ان شاء الله نلتقي في كل اسبوع ان شاء الله على خير لك. طبعا كان هذا عمل اليوم ان شاء الله يعجبكم لقائنا يتجدد معاكم ان شاء الله الاثنين القادم اما الحين خلونا نكمل معاكم باقي الفقرات